الأمن الغذائي هو هدف استراتيجي تسعى الدولة إلى تحقيقه من خلال النهوض بعدد من المشروعات في مجال الأمن الغذائي، خاصة مع التحديات التي يمر بها العالم في هذه المرحلة. ربما هذا الأمر حدا بالدولة إلى الإسراع في هذا الإطار من أجل النهوض بمختلف القطاعات، خاصة ما يتعلق منها بالأمن الغذائي وبالثروة الحيوانية. يشرفنا الحديث بشكل أكثر تفصيلا حول الدور الذي يطلع به القطاع الخاص أيضا في هذا الإطار مع الدولة كشريك أساسي، الدكتور محمود الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة مالتي ديري. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم. دكتور محمود، يعني لو تحدثنا عن الدور اللي بيقوم به القطاع الخاص في هذا الإطار كشريك أساسي للدولة، ومن المعلوم أن القطاع الخاص له دور كبير في المساهمة في التنمية والنهوض بالمشروعات الخاصة بالدولة تحقيقا للأمان الغذائي للمواطن. طبعا هو كلام حضرتك مظبوط، لأن الاقتصاد له ذراعين، ذراع الدولة وذراع القطاع الخاص. النهارده كلنا شايفين المجهودات الجباره اللي بتبذلها الدوله لاقامه مشاريع عملاقه، فما كناش احنا كقطاع خاص هنلبي نداء الدوله للدخول لاداره هذه المشاريع والمشاركه فيها، يبقى احنا مقصرين. ومن هذا الباب، من هذا المنطلق، يعني احنا شفنا ان احنا ده مجالنا، والدولة عاملة مشروع هنا على أعلى مستوى من الإمكانيات. أي مربي في أي حد شغال يعني في الإنتاج الحيواني يتمنى إن هو يكون عنده هذه الإمكانيات. فتقدمنا واتناقشنا واتفقنا بحيث إن إحنا لينا الإدارة والمشاركة معهم مع الدولة، ونأمل إن شاء الله إن ربنا يوفقنا مع بعض بإذن الله. يعني إذن يعني دكتور محمود، هي مشروعات متكاملة تقوم بها الدولة في إطار الأمن الغذائي والثروة الحيوانية. لو تحدثنا مع حضرتك عن الميكنة، التكنولوجيا الحديثة، دورها في التوسيع أو التوسع في هذا المجال المتعلق بالثروة الحيوانية. هو الحقيقه في النقطه ديت القائمين على انشاء المشروع اللي هو الجزء الخاص بالدوله، يعني تم عمله على اكمل وجه. يعني انت عارف حضرتك دي مزرعه البان، فمن ضمن اهم حاجه فيها المحلب اللي هو بيحلب الابقار. فهو الحقيقه جايبين هنا الدوله، يعني جايبه محلب على اعلى مستوى الكترونيك، محلب فيه كل شيء كمبيوترايزد، فولي كمبيوترايزد، وحتى الانشاءات والمعدات كمان اللي هي اللي بنستخدمها في المزرعه جايه الحقيقه كلها على اعلى مستوى واحسن الماركات. فرص العمل في هذا الاطار، لاي مدى هذه المشروعات خاصه المشروعات المتكامله مثل مجمع الانتاج الحيواني والالبان بمدينه السادات لها دور في توفير فرص عمل بشكل اكبر، وفرص العمل دي هل هي دائمه او فرص عمل موسميه؟ لا، هو احنا سيادتك عندنا الاثنين، يعني المجمع هيتيح فرص عمل كبيره جدا 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 دائمه وكبيره برضه موسميا. ده هيبقى فرص عمل مباشره. في بقى فرص عمل كمان غير مباشره اللي وفرها المجمع لما يشتغل، فطبعا ده شيء يحمد يعني ويحسب للمشاريع. احنا بنشكر حضرتك دكتور محمود الشافعي، رئيس مجلس اداره شركه مالتي ديري واحد الشركات المشاركه او شريك اساسي من القطاع الخاص في هذا المشروع. شكرا لك. اشكرك يا فندم. اشكرك.